عثر مؤخرا الموظفون في مكتب المزادات في مدينة براستل في بريطانيا على نظارة الزعيم الهندي مهاتما غاندي داخل ظرف بريدي، ومن المقرر عرضها في مزاد سيقام قريبا بعد الاتصال بمالكها. وأوضع خبراء المقتنيات في بريطانيا أن هذه النظارة من أهم القطع التي حصل عليها المكتب في تاريخه، ومن المتوقع أن يتجاوز سعر بيعها 15,000 دولار، وقد تم تلقي العديد من طلبات الشراء منذ انتشار هذا الخبر، خاصة من قبل أشخاص في الهند من عاشقي غاندي.